مفيش الكلام ده. اهلا بكم متابعينا متابعي موقع مصارعه الاجبار في كل مكان. نزلنا مع حضراتكم يعني من داخل معرض اهلا رام الله. ما زال تواجد المواطنين منذ الصباح الباكر على يعني حاضر يا امي والله حاضر الخير بشاير شهر رمضان المبارك. اتكلم حضراتكم الان من داخل معرض اهلا رمضان من داخل معرض الجيزة. اتكلم حضراتكم الان وما زال توافد المواطنين على منتجات معارض اهلا رمضان من سكر وزيت وسمنه ورز ودقيق زي ما كانوا حضراتكم الان. وبيتم عمل كرتونه وبيتم عمل كيسه وعلى حسب ما انت عاوز كيسه فيها كيسين سكر وازازتين زيت ورز بس ماشي. عايز كيسه فيها كل حاجه رمضان ماشي. كل ده على حسب ان انت عايزه في الكرتون او في الكيسه اللي بيتم تعبئتها للمواطن هنا من داخل المعرض. لكن الكرتونه مش ليها سعر معين ومش ليها رقم معين، لكن الاسعار الداخليه للمنتجات مكتوبه على كل سلعه زي ما حضراتكم متابعين معايا. يمكن بكلم حضراتكم عن السكر 27 والرز 35 وعندنا ايضا الزيت ب 65 وعندنا ايضا السمنه ب 95 ل 82 تتراوح من 95 ل 82 على حسب الماركه وعلى حسب النوعيه. عندنا ايضا المكرونه 14 جنيه. ده كله بيتم يعني من خلال التعبئه في الاكياس او في كراتين على حسب المواطن ما بيحدد هو محتاج ايه. تابعنا متابعي موقع بصراحه الاخبار في كل مكان. ما زلنا مع حضراتكم داخل تلك المعرض. بكلم حضراتكم الان المعرض موجود في كل محافظات مصر. دلوقتي بكلم حضراتكم من داخل محافظه الجيزه حيث تواجد المواطنين منذ الصباح الباكر على كرتونه اهلا رمضان وعلى معارض اهلا رمضان وبيتم فيها وضع المنتجات الرئيسيه فيها الغذاء وهو سكر وزيت ودقيق ومكرونه ورز. بيتم تعبئه الكرتونه بناء على رغبه المواطن وبناء على يعني احتياجات المواطن الاساسيه. في ناس بتيجي مش محتاجه مثلا الحلاوه، ما يبقاش اتفرض عليها ان هي خارج كرتونه فيها حاجه هي مش بحاجه ليها. لذلك هم قرروا الحقيقه يلغوا موضوع الكرتونه كامله على بعضها ويخلوا المواطن يختار هو محتاج ايه داخل الكيسه او داخل الكرتونه اللي هو عايزها وبيتم تحديد فيها الاصناف والانواع اللي موجوده داخل الكرتونه. كل سنه وحضراتكم بخير وسلام ومحبه. كل سنه وحضراتكم ومصر دايما وشعب مصر بخير وسلام ومحبه. ربنا يعود علينا الايام دي بخير وتفضل بلدنا محفوظه ليوم الدين. تاني لو بكلم حضراتكم عن الاسعار بتبدا معايا من الزيت 702 ل 77 جنيه وعندنا ايضا السمنه 95 82 ل 195. عندنا المكرونه من 14 جنيه ل 9 جنيه. عندنا الجبنه 14. عندنا الشاي 57. الحقيقه يعني ده اصحاب المبادره قالوا هنخلي كل حاجه عليها سعرها ومش هنغير حاجه من نفسنا، هنخلي كل حاجه بالسعر اللي موجود عليها وعلى حسب انت بتطلب بيتم تعبئه الكيس لحضرتك او للمواطن اللي بيتوجه الى المعرض
خلال تلك الأيام. يعني في شنط جاهزه بكلم حضراتكم عليها بتتضمن 2 زيت و2 سكر و2 مكرونه و2 رز باجمالي 336 جنيه، لكن ديت مش مقياس للي هم بيطلعوه، قال لك كل اللي محتاج حاجه بيعبوها له قدام عينيه وبيختار السلعه والصنف اللي هو عاوزه. بينا في كل مكان، نزلنا مع حضراتكم لحظة بلحظة من تمام حضراتكم معارض أهل رمضان من داخل محافظة الجيزة، حيث توافد المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم على معارض أهل رمضان. تابعينا في كل مكان لحظة بلحظة من إقبال المواطنين على معارض أهل رمضان، حيث توافد المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم على معارض أهل رمضان. هي يعني بنتكلم حضراتكم الآن وسط إقبال كثيف من المواطنين ومن أبناء محافظة الجيزة على شراء السلع الأساسية. تاني لو عايزين نوضح لحضراتكم السلع بأسعارها اللي مكتوبة عليها، بحيث السمنة 95 ومكرونة 40 جرام 400 جرام أسرا ب 14 جنيه، وعندنا أيضا صلصة 2.5 جنيه ونص للكيس، ده حاجات صغيرة وحاجات رمزية. بنتكلم حاليا عن السلع الرئيسية، عندنا الأرز الهندي 30 جنيه والبلدي 35 جنيه والسكر 27 جنيه. شيكو محفوظة مصر شعبك وناسك وكل ناسك الطيب. متابعينا متابعي موقع مصر على الاخبار هدومكم في رعاية الامن العام حضرتك الطيب. كان معكم صاحبي احمد كل مصر من الطيب جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم تحديث ما تبدا المعارض التي تقام على ارض مصر.